يقول السائل: هل يجوز أخذ المال أو أي شيء آخر مقابل تعليم كتاب الله في المساجد؟ نعم، لا بأس أخذ المال على تعليم القرآن، لأن المدرس يحتاج إلى نفقة، ويحتاج إلى ما يعينه على تفرغ لتدريس القرآن. فإن كان يعطى من بيت المال ما يكفيه فالحمد لله، وإن كان ليس له شيء من بيت المال فلا مانع أنه يأخذ من الطلاب أو أولياء الطلاب ما يعينه على التفرغ، لأنه ترك طلب الرزق وجلس يدرس القرآن، من أين يتعيش؟ فيجوز أنه يأخذ. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم.